وجه الوينرز الفصيل المشجع لفريق الوداد الرياضي بلاغا شديد اللهجة يدعو فيه للكف عن مقارنة حقبة المدرب السابق للوداد وليد الركراكي بخلف حسين عموتة، محملا المسؤولية خسارة السوبر الافريقي لكافة مكونات الفريق بما فيهم الجماهير نفسها، داعيا إلى طوي صفحة الماضي والتفكير في المستحقات المقبلة، ومطالبا بردة فعل تضاهي حجم خسارة لقب بحجم السوبر الافريقي. قرر فريق اولمبيك اسفي رسميا تقديم استئناف في موضوع قرار لجنة التأديب التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم التي رفضت الاعتراض التقني حول جلوس مدرب الرجاء فوز البنزرتي في دكة الاحتياط خلال مواجهة الفريقين، بالرغم من كونه كان موقوفا من طرف لجنة الاخلاقيات لست مباريات بحجة التقادم. حظي عميد الرجاء السابق محسن متولي بإشادة كبيرة من طرف المحللين الرياضيين والصحافة المحلية، حيث اعتبر البعض منهم تواجد متولي بالبطولة الليبية ربح كبير وإضافة مرجوة، وتمكن المغربي منذ قدومه من تحقيق مستويات طيبة، حيث تمكن من الحصول على جائزة أفضل لاعب في صفوف فريقه خلال الدور التمهيدي من دوري الأبطال. اعتبر يوسف السفري مدرب فريق قطر القطري أن مواطنه وليد الركراكي أعاد ترتيب أوراق المنتخب منذ توليه قيادة الأسود خلفا للبصني وحيد، معتبرا عودة زياش بعد سنوات من الغياب ربح كبير للمنتخب الوطني، وأبدى ثقته في قدرة المغرب على خلق المفاجأة والمضي قدما في المسابقة. نوه مانويل نوير حارس بايرن ميونخ الألماني بأداء زميله السابق في الفريق روبرت ليفاندوفسكي في مواجهة الأخيرة أمام برشلونة، معترفا أن الحظ كان في صالح فريقه وأن النجم البولندي كان قريبا من التسجيل في مرمى فريقه السابق، واعترف نوير بصعوبة الموقف واختلاط الأحاسيس على روبرت بعدما قضى أزهى أيامه مع الفريق البافاري.